مشاهدي ام تي في، محبي الفوتبول، متابعي دوري الفا بكره القدم، نرحب فيكم مره جديده مع منافسات المرحله ال 15 ربع ايابا. اكيد ختام الجوله عم بيكون اليوم بمباراتين. الساعه 2 وربع انطلقت كانت مباراه السلام صغرتا مع الشباب العربي. فريق السلام متقدم لهلا 2-0 بهالمباراه. بوقت الساعه 4 بعد دقائق قليله اكيد رح نتابع المواجهه المنتظره لفريق الانصار بمواجهه نادي الراسينج من ملعب صيدا البلدي، حيث الاجواء صارت كثير منيحه هناك، شمس طالعه وارضيه الملعب اكيد احسن من اليومين يلي سبقوا. بصرنا نرحب مره جديده بكوتش وسام خليل، محلل ام تي في بدوري الفا. كوتش كيفك؟ مساء الخير لك وللمتفرجين. اكيد اليوم بدنا نحكي معك كثير عن فريق الانصار، خاصه مع اليوم يعني جهاز فني عم بيراقب المباراه جديد من تشيكيا. بدنا نحكي كمان عن شو اللي صار لهلا بهالجوله ال 15، كيف ريت هالمباريات اللي صارت خاصه لفرق الصداره. يعني ما شفنا اي مفاجأة كبيرة، النجمة كان عم بيفوز، العهد فوز كمان صعب كان امبارح، والصفا كمان كان عم بيفوز. يعني بلشنا نشوف سبيس بين فرق الصدارة وبقية الفرق. مش هناك اليوم الأنصار مطالب بالنقاط الثلاثة ولا شيء سوى النقاط الثلاثة؟ يعني بدون شك هيدي المرحلة كانت منعطف مهم للفريقين المتصدرين اللي هن النجمة والعهد. هالمطبات الهوائية اللي كنا معتقدين انه ممكن تزعجون واللي كان يمكن الصفا منتظرها حلقوا أعلى منا بكتير بإداء مقنع، وبعتقد فوزهم كان فوز سهل. حتى إذا بدنا نحكي بالنسبة للعهد اللي فاز 1-0 فينا نقول إنه الفوز كان متأخر ولكن ما كان صعب. وقت اللي سيطر على كل مجريات المباراة، خلق فرص للتسجيل، ما قدر فريق طرابلس يهدده أبداً وراء إلا بردات فعل بآخر المباراة. كان في تنشن، كان في كتير إصرار وأوقات تسرع لتسريع اللعب هدفاً بأنه بالتسجيل وأخذ النقاط الثلاثة. هذه المهمة عملها العهد بكل سهولة. النجمة كان قبل بنهار عم يعمل ذات الشيء، عم يلغي خصمه بأول شوط. شفنا أكيد ردة فعل عنيفة من تضامن صور تاني شوط مع تألق حارس النجمة، والحراس هن معمولين لهذا الموضوع. كان النجمة قادر يخترق بأي لحظة وقادر يسجل، وبعتقد أنه الإداء الفردي لبعض اللاعبين بتشكرهم أنه عم بيلعبوا بدور اللبناني، محمد يعني. حيدر، حسن معتوق، أحمد زرق اللي فات غير، غريب ما بدي يعني سمي الكل وما بدي أنسى حدا، بس هودولي هالشباب عم يلفتوا النظر وعم عم بيحلوا الفوتبول اللي عنا. كوتش وسام، يعني عم تشوف صور مباشرة لملعب صيدا، أجواء مشمسة طبعا ومتاحة لإقامة المباراة. تشكيلة فريق الأنصار بداية عم نشوفها معك، فيها تغييرات يعني. إيه إذا ما لح نسرد الأسماء لح شوي نروح على التغييرات. عم بيلعب الأنصار بأربعة 4-2-3-1 اليوم، رأس حربة الحج مالك. نعم، بيسعطوا يخلفوا الفورميشن، شكل اللعب هو نفسه ولكن أسماء كتير متغيرة، وأنا تفاجأت شوي. تيوفيكس مش كلها توقفت، يعني مثلا الأجنبي تيوفيكس هو مش عم يعتمد عليه. ثائر كروما انشال من قلب الدفاع، عم يلعب بالارتكاز. نعم، حط بلال نجدي. نعم، وعندك الظاهرين نصار نصار والحصري اللي هو موقوف يستبدلوا بعلي عبود الناشئ وحسن شعيطو. وعندك حسن فاضل كمان. نعم، حتى على اليمين عم بينوب عن مركز مازن جمال. تشكيلة فريق الراسينج عم نشوفها كمان سريعا كوتش، يعني عم بيلعب الراسينج اليوم ب 4-4-2. نعم، الراسينج غير بالشكل اليوم ل 4-4-2، فيها حذر أكثر. بتعرف الـ 4-4-2 بتعتمد على دفاع المنطقة. نعم، بتعتمد على أنه تسكر الممرات، أنت بلعبين عم تضغط وتحول الهجمة من البداية، هجمة خصمك على الطرف حيث عندك كثافة العددية. يمكن نقطة ضعفة شوي يكون إذا ما حدا حيعبي الفراغ بين طحان وحنيني اللي هن عم يلعبوا باثنين ارتكاز، إذا ما حدا منهم دفش شوي أو كايه قدر يتراجع نتفي. نعم، ورا عدنان ملحم اللي هو ما بيلعب هالدور التارجت بلاير. عدنان ملحم اكيد هداف الفريق لهلا. نعم، هالمهاجمين بعتقد بالفعاليه الهجوميه اليوم يمكن يكملوا بعض، لانه هن بعكس بعض، لاعب سريع للمرتده ولاعب اكثر ممكن يكون تارجت. نعم، فاذا في حذر دفاعي، في تسكير مناطق، تسكير كولوارات اطراف، ويمكن
كمان اليوم الراسينج ما عم بيفتش انه يقامر ويطلع اكثر لانه كثير زادت عنده الاخطاء الدفاعيه الفرديه، مع انه يعني حتى الانصار عنده اخطاء دفاعيه والفريقين عندهم اسامي منيحه بخط الدفاع. شو السبب برايك السنه هيك الفتره الاخيره كمان لترقي شباك الانصار وشباك الراسينج اهداف؟ يعني رايي ما بيتغير دائما بالاساس الدفاعي للفريقين، الهشاشه الدفاعيه هي اقزى شيء لحتى تكفي مشوار مريح بالدوري. تشبيه بيعجبني، بيشبه يعني ببعد الواجب الدفاعي عن رأس منفرد، هو رأس جماعي لإيقاع بيفرضه المدرب وبيختاره حسب خصمك. فإذا المفروض أنت كمدافع تضلك على نفس النغمة جماعيا، عم تحترم كل الإيقاع، وفرديا أوقات عم تشوف كتير أخطاء فردية، بدك تتقن الخطوات الفردية التكتيكية والفنية اللي هي بتحسم المواجهات. الفريقين شفنا بهذا الدوري بمواجهات واحد على واحد بتغطيات جماعية تكتيكية ما قدروا يلتزموا بالشيء اللي انرسم من قبل المدرب. نعم. أو ما قدروا يتأقلموا، تعرف بالنهاية الحلقة الأقوى هي اللاعب، ما قدروا يتأقلموا بظروف على الماتش ويحلوها بالشكل السليم. كوتش، فريق راسينج بعده محافظ على الجهاز الفني بقيادة رضا عنتر بوقت الأنصار تخبط كبير هالموسم بالجهاز الفني. اليوم كوتش جهاد محجوب لفترة مؤقتة لفترة انتقالية، مدرب تشيكي ستراكا راح يستلم الفريق من بعد هالجولة هيدي، اليوم عم بيكون مراقب المباراة. يعني كيف بتشوف كمان قد ايه أثر سلبا التخبط الفني؟ يعني شو بتعرف عن كوتش ستراكا هيك؟ بصراحة ما عندي معلومات. خليها للشباب أكثر، شرب الوفيرس على كل حال. يمكن السيفي بيكفي بعدين أنه ينقرى، ولكن هو لاعب كان بمنتخب تشيكيا بمونديال التسعين وقت وصل للمنتخب لربع النهائي كأس العالم، وعنده سيفي منيحة بالناحية التدريب. ما عندي شك، كلهم عليهم القدر والقيمة. المهم اللي حامله معه للفريق الأنصار أكيد مرة تانية جهاز فني خامس عم بيشمر عن زنوده هلأ لحتى يحط إيده. ما بعتقد عم بيراقبوا الماتش اليوم كرمال يشوفوا شو بنيعملوا ماتش الجاي أو اللي بعده. الهدف بالدوري ما بقى للفريقين كتير حسي، صار هدف معنوي. الأنصار ب 13-2 ببلش مشواره الآسيوي، يمكن يكون عنده وقت، إن شاء الله يكون عنده الوقت مع المدرب الجديد يوصل أفكاره يشتغل عليها، لأنه لنا هي فلسفة بس توصلها ولنا هي بس شغل على الملعب. هالانسجام والردة الفعل والتجاوب مع المدرب هو اللي بده الوقت. ممكن تشوف فريقك أنت 3 أشهر ما تفهم كيف بيلعب، مدرب جاي يشوف فريقه يومين بحاجة لأكتر، بحاجة ليشتغل معهم ليشوف باقي الفرق، حتى ليشوف طبيعة الفوتبول اللبناني، طبيعة اللاعب اللبناني والإمكانات الفردية تبع لاعبينه وخصوصهم. الكوتش الجديد يمكن هيدا البناء اللي كنا عم نحكي عنه للموسم الجاي، وبعد عندهم فرصة الكاس، كاس لبنان، أنه يعوضوا موسمهم فيها. عم نشوف بعض من جماهير نادي الأنصار وكمان ليش لا جماهير نادي الراسينج بمدرجات ملعب صيدا. الأنصار بحاجة كتير لدعم الجمهور بهالمباراة هيدي. أنصار اللي بالمركز الخامس حاليا معه 22 نقطة مؤقتا، أكيد بحال فاز اليوم بيرفع رصيده ل 25 بيرجع للمركز الرابع بالترتيب، وقت الراسينج بالمركز الثامن برصيده فقط 15 نقطة مع 4 انتصارات و3 تعادلات و7 خسارات. أنصار معه لهلأ 6 انتصارات 4 تعادلات و4 خسارات. هداف الدوري هو مند الأنصار الحاج مالكي اللي معه 11 هدف، بعده واقف رصيده مجمد شوي، يعني ما عم يسجل كتير أهداف، قرب منه كتير حسن معطوق ب10 أهداف. كوتش الفريق بيتأثر بإداء المهاجم، ولكن المهاجم بيتأثر أكثر بإداء فريقه. نعم كوتش وسام، نحن أكيد رح نرجع لألك على الهاف تايم، رجع نحكي أكثر مع نهاية الشوط الأول. أول 45 دقيقة رح نتابع شو رح تكون أجواء المباراة. راسينج أنصار عنوان كبير بختام الجولة 15 من دوري ألفا لكرة القدم. ننتقل لزميلين شرب الكريم وفارس كرم الموجودين بملعب صيدا البلدي، تعال نستمتع أكيد بتعليقهم على هالمباراة.